تسببت الحرب العالمية الثانية في دمار هائل، وتركت أجزاء كبيرة من العالم في حالة خراب. ونتيجة لذلك تشكلت هيئة الأمم المتحدة لغرض واحد: منع الحرب في المستقبل. الأمم المتحدة هي مكان اجتماع القادة من كل البلدان، حيث يمكنهم التباحث مع بعضهم البعض من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن القواعد والاتفاقيات التي يجب أن تطبق في جميع أنحاء العالم. الموضوعات الرئيسية التي تناقش في الأمم المتحدة تتعلق بالسلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هي خطة عمل عالمية للقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ووقف تغير المناخ بحلول عام 2030. هناك 17 هدفاً و169 غاية. الغرض من الأهداف هو أن تكون بمثابة خارطة طريق مشتركة لجميع دول العالم. إحدى المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة هو عدم استبعاد أي شخص. يجب إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر ضعفاً. في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتمتع جميع الدول، صغيرة كانت أم كبيرة، بحقوق متساوية في التصويت. تلتزم جميع الدول الأعضاء باتباع دستور الأمم المتحدة وميثاقها، حيث السلام وحقوق الإنسان أمران أساسيان. أقوى جهاز في الأمم المتحدة هو مجلس الأمن، حيث يتحمل المسؤولية النهائية عن صون السلم والأمن الدوليين. يضم المجلس 15 عضواً، 5 منهم أعضاء دائمون، أما 10 المتبقون ينتخب أعضاؤها لمدة عامين في كل مرة. ولكن على الرغم من أن الأمم المتحدة هي أهم منظمة تعمل حالياً من أجل السلام العالمي، لكنها تنتقد أنها تقصر في التعامل مع العديد من النزاعات في العالم. يعتقد كثيرون أن المنظمة بحاجة إلى أن تغير أداءها كي تحافظ على أهميتها في المستقبل. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن إصلاحات كبيرة، وصرحت العديد من الدول الأعضاء أيضاً أنها تريد من المنظمة أن تغير بحالها كي تبقى قادرة على ضمان حفظ السلام في المستقبل. بغض النظر عن الطريقة التي نرى بها الأمر، تعتبر الأمم المتحدة واحدة من أهم أماكن الاجتماعات في العالم وساحة للتعاون الدولي. على الرغم من أن الأمم المتحدة بعيدة عن الكمال، إلا أنها لا تزال أفضل ما لدينا، ولذا يجب أن نعمل معاً لحماية عالمنا.